يا سلام، وأخيرا وبعد طول انتظار وبعد 9 أشهر من الانتظار أنا صرت أب، ورح يجي طفل يناديني بابا. أنا فرحان كثير، وهاي هي زوجتي اللي كانت حامل لكن الآن هي جابت البيبي الصغير الرائع جدا جدا. أنا فرحان يا سلام. مبروك مبروك يا أخوي، انت الان لازم انك تروح تشوف طفلك لاول مرة. يلا انا الان بدي اروح اشوف طفلي لاول مرة. هي هي يا زوجي، لا تشوفه لا تشوفه. ايه ايش مالك يا زوجتي، ليش ما اشوفه؟ لا تشوفه، بنصحك ما تشوفه. خلص خلص، روح روح ندوي على المنزل لوحدنا. هي شو اللي صاير، ارجع ارجع لورا. شو اللي صاير، انا الان بدي اروح اشوفه هذا الطفل، شو اللي صاير فيه؟ لا تكوني قتلتيه. يا ريت، روح شوف روح شوف. ايه شو يا ريت، مجنون انت؟ خلينا اروح اشوف طفل الصغير، خلينا اشوفه. يلا 1 2 3. نعم 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 نعم. ايه شو هذا؟ هذا طفلنا طلع مثل القرد شكله. شو القرف هذا، الله يقرف مقرفه. شو هذا يعني؟ يا ويلي، شو مقرف كتير كتير. تعال تعال نتركه، او اقول لك ايش احسن طريقة، مثل هيك مثل هيك مثل هيك نزته عشان ما ندفع تكاليف الولادة، مثل هيك مثل هيك. ايوه هيك احسن هيك احسن. شو من وين جايبيته انت هذا؟ شو بعرفني، طالع زي وجهك يا زوجي، انت حمار اشي. يا ويلي شو هالقرف هذا، شكلك انت متزوجة بس كليت شكلك عشان تجيبي زي هذا. ولك انت ابوه يا غبي، انت ابوه. يا ويلي، الان بدناش ندفع احنا تكاليف الولادة، شو بدنا نسوي؟ زتينا هذا الطفل الصغير. خلص ام نعمل حالنا، يعني ما بنفهم اي اشي. يلا يلا طيب، الان رح نعمل حالنا ما بنفهم اي شيء. يا سلام، مبروك مبروك. وين الطفل الصغير؟ اي طفل الصغير؟ ايه اللي ولدته زوجتك الان، شو انهبلتوا اشي؟ ايه اي يا زوجي، انا مش زوجته هذا. شو اللي جالس بتحكي فيه انت؟ احنا جايين نشم هوا هوني فقط لا غير. ايش بتحكوا انتو مجانين اشي، اعطوني تكاليف الولادة بسرعة. إيه ما انا دخل ما انا دخل. ايه يا ويلي، اصلا انا 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 ولد اصلا وانا بنت اصلا. ايه شو ما تهبلوني انت، اهرب اهربي، انا هربت انا من هون. تعالوا لهون، والله لكسر راسكو. اهرب بسرعه بسرعه بسرعه، خلينا نهرب، هذا مش ابننا، هذا واحد غبي كثير شكله مثل القرد. يي يا سلام، انا فرحان كتير كتير، انا سويت هذا الاختراع الرائع، هذه حبه المتفجرات TNT، انا حطيتها في هذا المكان وانا صعدت فوقيها مثل ما انت شايفين، ما في اي اشي تحتي. الان النسور رح يشوفوني ورح ياخذوني مكانهم وعند بيتهم، وبدي اسوي بحث عن هذا الاشي عشان اوديه على المدرسه. انا رح اجيب الاول على الصف. يا سلام، يلا يلا يا نسور، يا سلام يا سلام. صباح الخير، يا سلام يا سلام. ايه شو هذا الاشياء اللي موجودة جنبي، خليني انا الان ده الف وجهي واشوفه. ايه يا سلام، هاي هي عربية الاطفال. ويت ويت وي، يا سلام، وين بابا وين ماما؟ انا مش عارف وينهم هذول الاثنين، ما بعرف اطلع، انا ما بحبهم بالمرة. خليني اطلع من هاي الحديقة. لا 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 لا. ايه توقفوا توقفوا، ما هذا؟ شو هذا الاشي اللي انا معاي؟ والله غريب كتير كتير. معاي انا قوس لونه هيك ملون، لون ازرق وكمان احمر واشياء غريبة. خليني انا الان بدي اتحرك. لا 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 لا. ياي يا سلام، الان انا رح يجوا عندي النسور. ايه واو، والله هون شكله في حمامة، خليني انا بدي اصطاد هاي الحمامة. غطي آه، اي
يا سلام يا سلام، هينا انا اصطدت الحمامة. يلا يلا خلينا انا اكمل. شكلم بانجنجنجلا شكلم بانجنجنجلا. يا سلام يا سلام، انا هو الشاطير الشرير، انا الشاطير الشرير. لك 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 لا 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 لا. يا سلام، هون شكله في اشياء رائعة جدا جدا. خليني انا ادخل على هذا المكان. ايه مسكر الابواب، مسكر الابواب، افتحوا لي افتحوا لي الابواب. يا ويلي اذا هيك، اذا مسكر الابواب عادي مثل هيك. هيني انا طلعت، انا هو الغبي. ما بعرف ليش بسموني الغبي، بس ما في اي مشكلة، ما في اي مشكلة. يلا يلا خليني انا اعدل الكهرباء من هاي المروحة العملاقة. يلا يلا يا صديقي، دير بالك انك تسقط من هذا المكان العالي جدا جدا. لا تخاف لا تخاف، انا محترف بما يكفي لي اي شيء بدك اياه. ايه يا سلام، هل تفكرون بما افكر؟ انا الان راح اسوي مثل هيك مثل هيك. يا ويلي لازم اني اعرف كيف اطلع هون. وطع وطع. يا سلام يا سلام، يلا يلا هين اقتربت. خد لك هاي. اوي يا ويلي يا ويلي. ايه شو اللي صار شو اللي صار؟ قلت لك لا تتمادى مثل هيك، قلت لك لا تسوي مثل هيك حركات. انا ما سويت هيك حركات. طلع السهم اللي موجود على ايدي، في واحد اطلق عليه السهم، في واحد. مش انا مش انا. يا سلام يا سلام، انا الان بدي اشوف لي كم من شغلي مثل هيك. طيب مين اللي سوى فيك مثل هيك؟ مين يا ويلي؟ خلينا ازي هون. ما بعرف ما بعرف، ايدي بتوجعني وانكسرت رجلي من الوقعه هاي. يلا يلا خلينا انا الان اجي هذا المكان، رائع جدا جدا. يلا يلا خلينا اسوي مثل هيك. خد لك هاي. اوه يا ويلي بتحترق كمان. ايه شو اللي جالس بصير؟ خد لك هاي خد لك هاي. اوه شو هذا اللي قاعد بصير؟ شو هذا اللي قاعد بصير؟ يا سلام يا سلام يا سلام يا سلام يا سلام. خلينا انا اتخبى ورا هذا المكان مثل هيك. خلص اتدقض عليه هذا. غبا غبا. أوي إيه شو اللي جالس بصير؟ أنا بحلم ولا بعلم؟ شو اللي جالس بصير؟ شو اللي جالس بصير؟ هاي هاي يا عمو يا عمو، شو اللي صاير هون؟ ما بعرف ما بعرف بصراحة. أنا يعني في واحد بيطلق علينا، هذا مكان خطير، ابتعد عن هذا المكان، ابتعد عن هذا المكان. يا ويلي يا ويلي مات صديقي. هاي هاي يا عمو يا عمو، تعال وقف على هذا المكان، ده فرضيك مفاجأة. مش وقت المفاجآت، بس ايش بدك ايش بدك؟ يا عمو مين انت؟ انا هو اللي مسؤول عن هذا المنطقة، وعرفت انه في واحد مات في هذا المكان. شو اللي صاير؟ روح شوف روح شوف، لا نقاض على الثاني. ايه شو اللي قصدك انت؟ شو قصدك انت؟ خد لك هاي خد لك هاي. يا ويلي يا ويلي شو اللي جالس بصير؟ يا سلام يا سلام لام. يلا يلا هيني جيت. ايه الثاني كمان مات؟ شو اللي صار؟ شو صار هون؟ شو صار هون؟ يا سلام بتحب افرجيك شو اللي صار؟ نعم نعم، شو اللي صار معك؟ بسرعة بسرعة. مثل هيك، خد لك هاي خد لك هاي. اخ يا ويلي بدي ادمرك. خد لك هاي خد لك هاي خد لك هاي خد لك هاي. يا غبي انا راح ادمرك تدمير. يا سلام يا سلام. ولك اخ اخ، عديت كل جسدي اسم يا مجنون. اي بدي اهرب بدي اهرب، انا بدي اهرب. ما في ما في تهرب، ما في ما في تهرب. ويتي غطا غطا. يا سلام شوفوا شوفوا حركاتي. غبا يا ويلي. اخ قاعد بتنحمي من البقرة. يا سلام يا يا سلام. اوه شو هذا اللي انا التقطته في عدسة الكاميرا تبعتي؟ انا 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 مش مصدق عيوني. هذا الطفل الغبي اللي ما بعرف ايش اسمه وما بعرف من وين هو، شكله اليوم انولد وسو بسوي كل هاي العمايل الشريرة. انا لازم اني افرجي احمد البطل بطل الابطال عن هذا الفيديو اللي صورته اياه. بسرعة خليني ابدا اخذ انا الكاميرا تبعتي مثل هيك. يا احمد يا احمد البطل، خليني انزل مثل هيك، بدي اروح على بطل الابطال انا الان. يا احمد
يا سلام، انا جالس بشوي كباب من لحم البشر، انا بحب الكباب كتير كتير، اصياخ اللحم الجميلة. يلا يلا خلينا انا شوية صوت بذلة مثلك مثلك، خلينا احطها مع النار. يا سلام يا سلام، والله ايش رائع كتير كتير. هاي هاي يا احمد يا احمد، مشكلة مشكلة، تعال تعال خليني ابدأ انزل انا عند احمد بسرعة بسرعة. بوم بوم بوم، اهلا وسهلا بكم في كوكب بطل الابطال، احمد البطل. يا احمد يا احمد، مشكلة مشكلة مشكلة. اوه اهلا اهلا يا عامل، شو اللي شو 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 هاي المشكلة؟ احكي لي اياها عشان احلها، عشان اقضي على اللي بفعل هاي المشكلة. يا احمد، في طفل مجنون غبي كثير كثير، لو تشوفه كثير كثير غبي، قتل 3 من العمال وانا صورته بالكاميرا، وين حطيتها؟ على جهاز اللابتوب هذا، شوفه بعيونك شوف. خلينا انا الان بدي اشوف مثل ايه؟ هذا طفل طفل غبي شرير، شو اللي جالس بصير؟ شو اللي جالس بصير؟ لا 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 لا، ايه هذا صوته؟ يا وين، انا خايف، بدي استخبى بدي استخبى. ايه مرحبا، مين بدك باب؟ مين بدك باب؟ ايه هذا هو؟ نعم نعم، دير بالك منه، هذا خطير كثير كثير. اوه مبين انه لطيف. بدك كباب؟ خذ كباب خذ كباب يا حبايبي، خذ كباب. خليني ادوق من الكباب هذا. يا ويلي، شو طعمه غريب، شو هذا كباب؟ ايش هذا؟ كباب البشر هذا. ولك توقف توقف، هي هي، ارجع 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 ارجع، تعال لهون. خلينا انا الان ازت هذول الكباب في هذا المكان. من وين جايبهم هذول؟ من وين؟ اه قتلت، مش كنت جوعان، قتلت كم من واحد من العمال، وبعدها انا يعني اكلتهم، كنت جائع جدا جدا. ارجع ورا، انت من الخطيرين على العالم هذا، انت طفل صغير وسويت مثل هيك، كيف لو تكون انت كبير؟ عادي، بقدر نسوي لك يا حالي كبير بعد 1 2 3. ايه شو هذا؟ الان انا افتدعت الحرب بينك وبيني، اختفاء. ايه شو اللي جالس بصير؟ يا ويلي، قلت لك قلت لك يا احمد، خلينا نشيل هذول الاشياء، لازم اني احرقهم او اشيلهم، بدي احطهم بهذا الصاروخ عشان انقلهم الى القمر مرة ثانية. هي وين اختفى هذا؟ اطلع الى الخارج وشوفني، سامع شو جالس بحكي؟ خلينا اطير بسرعة بسرعة عليه لهذا. ها ها ها، هذا كوكبي انا، خليني اطلع مثل هيك، انا هو الغبي الشرير. ابوي امي تركوني بالمستشفى لاني كنت انا مش حلو بالمرة، عشان هيك انا رح انتقم من العالم كلياتهم، ورح افرج العالم انه انا قوي جدا جدا. سامع سامع يا صديقي العامل؟ نعم نعم، انا خايف كتير كتير، خليني بدي اطلع من هذا الكوكب بكلياته، بدي اقفز من هذا المكان. انا الان راح ادمرك يا احمد البطل. في احلامك هذا الكلام يا غبي، خليني انا الان اهجم عليه واقضي عليه. اهلا وسهلا، انا عندي حماية، بقدر اني افرجيك الحماية، خليني الف وجهي مثل هيك. الله يقرفك، شو هاي الرائحة؟ الآن رح أطلع الدخن الخضراء عشان تعرف الجودة المحلية إيش بتسوي. شو هذا؟ شو اللي جالس بصير؟ والله هذا مقرف كثير كثير، أنا ما قدرت إني أقرب منه لأن هالرائحة كريهة جدا جدا. يلا يلا مثل هيك، أيوة أيوة على الكلام، شوفوا شوفوا ما أحلى الكلام، شوفوا القرف، يا أيوة والله إيش مقرف كثير كثير. يا بابا شو الرائحة؟ كنت انا جالس، انا يا بابا جالس في غرفتي، شميت رائحة كريهة، شو هاي الرائحة؟ زعرور شوف ايش موجود هناك. ايه شو هذاك؟ خليني ابدأ اروح اشوف انا. لا 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 لا، دير بالك يا زعرور، لا تروح لا تروح. يا بابا بدي اروح، انا بدي اروح. تعال تعال لون يا زعرور. ايه يا ويلي، اي هبط زعرور، اغمى عليه اغمى عليه زعرور. داري واي 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 الكيماوي، يا ويل على القرف، لازم اني اساعد زعرور، وانا لازم احل هاي المشكلة. طلعوا وي عي على القرف، شايفين الاشي اللي انا شايفه؟ يا بابا
دخلت الريحة بعقلي يا بابا. زعرور لازم نعالج زعرور الآن. هذا هو كوكبي أنا، أنا هو الغبي الشرير، وفي مفاجأة الآن أنا راح أحكي لكم إياها يا أصدقائي متابعين الرائعين. شوفوا كوكبي من الداخل، أنا حبست كل هذولا الرائعين وأنا عندي قدعة أسطورية، الآن راح أفرجيكم إياها. بعد واحد اثنان ثلاثة يلا احترقوا. شفتوا كيف انا خليت بداخل السجون تبعتهم لافا، وعندي انا ذكاء مش طبيعي في كوكبي، يعني هوني انا يعني بزيد النيران قوة باني اضيف عليها المياه. انا هو الغبي الشرير، والمفاجأة اللي بدي احكي لكم اياها هي موجودة هوني. ترارارا يا سلام، لقد امسكت واخيرا ببطلتين خارقتين. حكيت انه اليوم في عندي حفلة مكياجي، جو تنتين عشان تمكيجوا، وبعدي انا لقيت القبض عليهم. استنوه يا ويلي، انا نسيت اني اربط لهم ايديهم. لانك انت غبي كتير كتير. يا ويلي تعالوا لهون، تعالوا لهون. يلا خلينا نهرب، يلا 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 يلا. ايه يا ويلي جد اني انا غبي، لا انا مش عارف شو بدي اسوي. بدنا نسكر عليك الكوكب تبعك، يلا يلا. ايه قبل ما يسكروا علي الكوكب خلينا انا بدي اطلع بسرعة بسرعة. يلا 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 يلا. يا سلام. لا يا ويلي انا لازم نهرب، انا لازم نهرب بسرعة بسرعة. بدي اهرب بدي اهرب، وين بدي اهرب؟ احمد البطل الان رح يجيني. انا كنت مفكر اني رح احتل العالم بذكائي، لكن انا طلعت غبي كتير كتير. بدي ادور على مخرج، وين في مخرج؟ اوه في هاني مخرج يا زلمة. لا 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 لا. ولأول مرة في تاريخ قناة أحمد البطل في واحد من الأشرار بيموت لوحده بدون ما إحنا نصيبه. نعم نعم، لأنه هو غبي كثير، ولأنه المنافس الشرير اللي ضدنا غبي كثير كثير، وفريق أحمد البطل في كل مكان.